السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي في الله. يعني تلقيت عديد من الرسائل من الإخوان، حيث يعني يتساءلون أو ما هي مثلا الأسئلة التي توصلت بها، يعني رسالة يعني توصلت بها يعني عديد من المرات. كم مدة الباقة أو ما هي نسبة الأرباح؟ إذا في الدرس إن شاء الله المرحلة سوف نتطرق يعني لشرح يعني ما هي نسبة الأرباح، وكذلك يعني ما كم هي مدة الباقة. إذا أول شيء عندما نقوم يعني بالضغط على اليوزر نيم أو الاسم المستخدم والرقم السري، سوف ندخل هذه الصفحة، وهذه الصفحة سوف تعطينا يعني فينانس. يعني فينانس هي هذا الايقون الموجود امامكم. سوف نذهب الى كومبرات شارس، شارس كومبرات او شراء باك او باقات. اذا نقوم بالضغط على شراء باقات، وهنا سوف نذهب الى وروج طريقه شراء باقات. مثلا اذا كما نرى، اول شيء شركه فورد ادفايس تقول لك 5 فيزيتاس بوبيسيداريس غرانسيا كومباتيدا 220%. يعني أن عندما تقوم باستثمار المبلغ يجب عليك الذهاب إلى المحرك. سوف أشرح لكم المحرك، هو يضغط على 5 إعلانات لتقوم يعني بسحب أرباحك أو بالربح من شركة فور أدفايس. إذا يا أخي، إذا كنت قمت مثلا باستثمار مبلغ ولم تقم يعني بالضغط على 5 إعلانات، فيعني لم تربح ولا سنتيم ولا دولار. يعني كل شخص يشتري أسهم من شركة فور أدفايس أو باقات، يجب عليه أن يطبق 5 إشارات كل 24 ساعة، يجب عليه الضغط عليها لأخذ الأرباح من شركة فور أدفايس. إذا فالحلقة إن شاء الله سوف نتطرق يعني لشراء أسهم شركة فور أدفايس. مثلا إذا نذهب إلى هنا براشيت شارس، نقوم بالضغط على البالانس. يعني هنا يعطينا مثلا توتال يور توتال بالانس، يعني البالانس الذي أريد أن أقوم باستثماره، يعني الأرباح يعني التي حصلت عليها في اليوم. مثلا اليوم حصلت على 48.38 دولار، سوف أقوم باستثمارها في شركة يعني في الأسهم. يعني كنصيحة لجميع الإخوة الذين يريدون العمل في شركة فور أدفايس، يجب عليك أو يجب على جميع الإخوان أن يقوموا بشراء أسهم بكثرة لتكون عليك هذه الأسهم بالنفع وأرباح قوية جدا. إذا هنا نذهب إلى البروشيس أو شراء أسهم، نضغط على 48 دولار. هنا نضغط على هذه الأيقونة، يعني هل تريد يعني أن تستثمر كذلك؟ يعني هناك كاش بالانس، يعني المبلغ قابل للسحب في اليوم، وهنا البروشيس بالانس، يعني قابل لإعادة الاستثمار. إذا أنا سوف أقوم بالمبلغ الذي أعطتني الشركة بالسحب، والمبلغ الذي أعطتني الشركة بإعادة الاستثمار، سوف أقوم باستثمار 48 دولار. إذا تريد نضغط على تريد. أوكي، إذا هنا الشركة قد قمت باستثمار مبلغ 48 دولار الربح اليومي في شركة فور أدفايس. إذا أول شيء يجب علينا أن نتوجه إلى هذه الأرباح التي سوف نجنيها في اليوم. مثلا دخلت أو استثمرت 48 دولار، سوف أضربها في 0.045، سوف تعطيني حوالي 2.16 في اليوم، 2.16 دولار في اليوم. تصور يعني 45 دولار الشركة تعطيني 2.16 دولار في اليوم، يعني 1.07 يذهب إلى إعادة الشراء، و 1.07 يذهب إلى السحب. إذا يعني هذا مبلغ بسيط، وشوف الأرباح التي أعطتني الشركة. ربما لو دخلنا 1000 دولار،
الدولار نضربها يعني كل سهم تعطيك عليه شركة فورد أفاي 0.05 0.045 يعني هذه هي نسبة الأرباح التي تعطيك الشركة 220%. نعم المجموع $45 تصور يعني استثمرت $1000 الشركة تعطيك يوميا $45 يعني 22.50 تذهب إلى الماي كاش يعني بالسحب و 22.50 تذهب إلى إعادة الشراء. تصور مثلا $45 يعني في الأرباح اليومية أضربها في 30 يوم يا إخواني تصور كم سوف تعطيني $1350 نقسمها على قسمة على حصتين يعني لإعادة السحب واللي إعادة للسحب وإعادة الشراء تعطينا 675 شهريا للسحب. إذا اللي نرى $2000 قمت باستثمار $2000 كم سوف تعطيك يعني في اليوم الأرباح اليومية؟ إذا $2000 نضربها 0.45 تساوي $90 تصور يعني $90 تضربها في 30 يوم يعني ربما 30 يوم سوف تعطينا يعني $2600 يعني أرباح خلال استثمارك لفورد أدفايس يعني هذه أرباح في 30 يوم. إذا 30 يوم تصور معي نقسم على 2 تعطينا في الشهر يعني حوالي $1350 حوالي في الشهر للسحب هذا $2350 و2350 تذهب إلى إعادة الشراء. به تن أحبابي في الله. إذا كما نرى بأن يعني شركة فورد أدفايس كونوا على يقين لأنني أريد أنصح بهذه الشركة لجميع الإخوان الذين يريدون يعني تحسين وضعهم في الحياة. يعني شركة فورد أدفايس حسنت الظروف المعيشية للملايين من الأعضاء في إسبانيا يعني ربما لو في بعض المنتديات سوف تجدون بأن المجتمع الإسباني أول مجتمع ناجح في أوروبا يعني من حيث المصداقية يعني شركة جميلة. وكذلك يعني شركة فورد أدفايس تنتمي إلى مجموعة فورد ماركتينج لأن فورد ماركتينج يعني من أقوى وأروع شركات في العالم يعني فورد ماركتينج لديه مجموعة هائلة من الشركات مثلا إميلين شوب إنزاغن يعني لديه مجموعة من الشركات. لذلك ربما يعني الأسباب التي نجحت بها شركة فورد أدفايس هي التعامل. تصوروا معي في طرف يعني سنة واحدة استطاعت شركة فورد أدفايس أن تقوم يعني بجلب أعضاء من أنحاء العالم. هذا الأعضاء الذي قد استثمروا $7 مليار في سنة واحدة والأرباح التي أعطتها شركة فورد أدفايس $5 مليار في سنة واحدة. إذن بكل صراحة يعني أنصح هذه الشركة لجميع الإخوان الذين يؤمنون على العمل لهذه الشركة. إذن لديها مصداقية واسعة لديها مصداقية جميلة جدا من حيث يعني الأرباح من حيث يعني الميزات من حيث يعني يعني شركة فورد أدفايس يعني هي تساهم يعني في إشهار جميع الشركات العمل عبر النت. يعني ربما شركة فورد أدفايس يعني حوالي الآلاف والملايين الشركات التي تقوم بإشهارها. إذا نذهب إلى هذه الأيقونة اللي هي موجودة عفوا سوف أرجع لشرح هذه الأيقونة هي كلاسيفيكابوس يعني شركة فورد أدفايس تقوم بتشهير مجموعة من الشركات حول يعني إشهار الشركات عبر النت. إذا نروح هنا إلى كلاسيفيكابوس وهنا في كلاسيفيكابوس يمكنكم كذلك أن تقوموا يعني بالنشر يعني بالنشر يعني الاستراتيجيات خاصة بكم من شركة فورد أدفايس. وهنا سوف تلقون يعني الملايين والآلاف من الشركات حيث يقومون بالنشر إعلاناتهم عن طريق شركة فورد أدفايس. ويعني هذه الخاصية كذلك سوف تساعدكم يعني في كسب أرباح جيد جدا. إذا أحبابي في الله يعني هذا كل ما يعني شرحت لكم في هذا الدرس. يعني تنصح جميع الإخوان يعني
ثلاث أهداف لنجاح فول أدفايس. ما هي؟ الهدف الأول هو يعني استثمر أموالك. ثاني شيء يعني قم بشراء أسهم كل يوم، لأن شركة فول أدفايس تتقاسم الأرباح على كل نصف ساعة، كل نصف ساعة تتقاسم الأرباح. وكذلك يعني الهدف الثالث يعني هو يعني الـ 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 يعني تكتير أو تكتير من أسهم شركة فول أدفايس، لأنها يعني في الأخير يعني تكون لك نفع كبير وتكون لك أرباح جيدة. ربما عندي أصدقاء في إسبانيا، لو قلت لكم كم يربحون سوف تقولون أنها كذبة. يعني في أصدقاء يعيشون هنا في إسبانيا، حوالي يعني الأرباح اليومية التي يربحون من شركة فول أدفايس حوالي $1000، يعني ربما يعني خيالي هذه المبلغ، ولكن نعم إخواني هذه هي حقيقة شركة فول أدفايس. إذا أحبابي في الله، نتمنى إن شاء الله يعني دائما يعني تشاركوا هذا الشرح لجميع إخوان، وكذلك لا تنسوا يعني لايك.